اهلا بكم. حنتكلم عن الابراج، لكن في البدايه انا عندي تحفظ على موضوع الابراج، انا شخصيا مش مقتنع بيها. حنتكلم عن الابراج، حنوضح بعض الاشياء عن الابراج، ايش علاقه الموضوع بالثعابين، حنشوف مع بعض. نعرف انه مواليد اليوم الفلاني في الشهر الفلاني تابعين لبرج معين من الابراج، بيكون لهم صفات معينه، سمات معينه، سلوكيات معينه، بيتصرفوا بطريقه معينه في اوقات معينه. الحكايه هذه في الابراج العاديه، الابراج الصينيه نفس الحكايه، وهذه اللي حنتكلم عنها الا فيها الثعبان. الابراج الصينيه قسمت الابراج لحيوانات، 12 حيوان منها الثعبان. الابراج الصينيه في فرق بينها وبين البرج العادي، انه البرج العادي مدته شهر، البرج الصيني مدته سنه بالضبط، 12 حيوان ل 12 سنه. برج الثعبان كان 2013 برج الثعبان او سنه الثعبان بدات في 10 فبراير 2013 وانتهت في 30 يناير 2014. التاريخ هذا رأس السنة القمرية ومهرجان الربيع الصيني. الأبراج الصينية 12 حيوان كل سنة في اسم حيوان من الحيوانات. الحيوانات هذه هي الفار، التور، النمر، الأرنب، التنين، الثعبان، الحصان، العنزة، القرد، الديك، الكلب، والخنزير. هذه الحيوانات ال 12 اللي قسموا بها الأبراج الصينية. كل مواليد السنة الواحدة في الأبراج هذه لهم زي ما قلنا صفات بالضبط زي الأبراج العادية. كل 12 سنة بيرجع البرج مرة ثانية، لكن بيرجع باسم مختلف، لأنه الأبراج الصينية قسموها لخمسة تقسيمات أساسية، كل تقسيمة من هذه بعد 12 سنة يجي واحد منهم. يعني 2013 كان عام الثعبان اللي هو الثعبان المائي. عندنا خمسة تقسيمات اللي هي خشبي، ناري، أرضي، معدني، مائي. هذه التقسيمات كل 12 سنة يجي واحد منهم. قلنا 2013 كان عام الثعبان المائي، بعد 12 سنة حيجي عام الثعبان الخشبي. تقسيمات في الأبراج الصينية، كل تقسيمة من التقسيمات هذه لها سلوكيات معينة، لها صفات للشخصية. اللي يهمنا في الموضوع مو إنه نعرف السمات أو السلوكيات الخاصة بالأبراج، اللي يهمنا في الموضوع إنه نعرف إنهم أخذوا من الحيوانات بعض الصفات وأطلقوها على الإنسان. هل الصفات هذه فعلا صحيحة موجودة في الثعابين ولا مجرد كلام بيتقال؟ اعتقد انه في اشياء كثير جدا غلط، في اشياء كثير جدا ما هي موجوده في الثعابين لكن بيقولوها وبنصدقها، لانه خوفنا من الثعابين، عدم معرفتنا والمامنا بموضوع الثعابين يخلينا نصدق اي حاجه. ولو نفتكر المثل المصري اللي يقول فلان زي الثعبان قرصته والقبر، طبعا الكلام ده كلام عام ما له اساس من الصحه، لانه زي ما عرفنا انه الثعابين 3000 نوع، السام منها 1000 نوع فقط، ولا تقتل الإنسان عددها بسيط ومحدود. أتمنى أنه نوقف عند كل حاجة ونفكر فيها، هل الحاجة هذه صح ولا الحاجة هذه غلط؟ أتمنى لكم السلامة. أعزائي متابعين اليوتيوب،
لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.